المعتقل؟ ام المعتقل احمد محمد السعيد. احنا والله دخل بقاله سنتين ونص ودخنا والله من النظام السابق والوقت ولا حد سائل فينا. احنا عاوزين نعرف ولا تهمه ولا محاكمه. يعني ما كفهمش كام سنه سجن اهو سايبين اطفال وسايبين ستاتهم وام والله مبعولن غيره. وكام سنه ولا حد تعبنا ولا قدرنا ام السفاره ولا حد برد علينا ولا حلوا لنا اي مشكله ولا عارفين نعمل ايه ولا نروح لمين. وبنجي وبنروح ما حدش بيسال فين الحال. احنا عاوزينهم يخرجوا لا عليهم تهمه ولا عليهم محاكمه. تعبنا والله نعمل ايه. وفرج ربنا قريب ان شاء الله. ان شاء الله.